يا فالح مسكت عليا غلطه. عنبر بتتنطق بالميم يا روح امك. الله مسك وعنبر يا حبيبتي مسك وعنبر. حلمك علينا يا عم، ده الحلم سيد الاخلاق. شغلك الشاغل وتفكيرك ان انت تمسك عليا غلطه من اليوتيوب ده، وقف اليوتيوب وفكر انت ليه بتعمل كده، وده طبعا يكون نافع او صالح لمين. خبص يخبص خباص، وقع وقع وقاع، فتنا يفتنوا فتان. اسم الفاعل في اللغة العربية بيقاس على كلمة فاعل، فمثلا كلمة عقل يعقل عاقل، خبص يخبص خابص، فتنا يفتن فاتن، جهل يجهل جاهل، وعلم يعلم عالم. ربنا قال عن النبي ان هو امي وبيعلم الكتاب والحكمة. هو يا ابني الاوتوبيس اللي هناك ده رقم كام؟ العبارة دي بنسمعها من بعض الناس البسطة جدا الأميين علشان مش عارفين يقروا يافطة الأوتوبيس. مفهومي برضو للنبي عليه الصلاة والسلام كان أمي إن هو برضو ما كانش بيعرف يقرأ ويكتب كده، ولكن كان بيعرف يقول صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سهل جدا إن أي حد يحفظها. وزمان زمان ولد سيد الأنام بنوره يمحي ظلام الجهل والجاهل. تغني له أمه وهي على فراش الموت، إن صح ما رأيته في المنام فأنت مبعوث إلى الأنام، بالتوحيد والإسلام على ملة أبيك البر إبراهيم. هاي إذا كان مبلغك من العلم مسلسل رأفة الهجان، فاعلم أن نبي الله محمد كان يقولها إبراهيم، وأملاها إبراهيم بالألف المقصورة مثل على وإلى على كاتب الوحي، كما أنزلها ربه عليه. وفي بعض الآيات أمليت بالياء فتنطق بالياء وبالألف المقصورة، الاختلاف رحمة. وتنسخ آيات القرآن ملايين النسخ وتوزع على الناس، وكلها حفظها الله. كثير من علماء المسلمين لا يعترفون بكلمة عقيدة زي الإمام مالك، وبيقول إنه مصطلح ظهر مؤخرا في الأمة الإسلامية ولم يكن موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أي بدعة تقلد سكوك الغفران أو عقيدة الغفران إحنا مش مستعدين إن إحنا نتبعها. والإمام ابن القيم الجوزية قال على شعر الطحاوي اللي من قرية طحا من مصر أنه نفاثة عقده، يعني الصاروخ السريع جدا نفاثة، وقال أنه حاجة خطيرة جدا. الشعر صعب جدا على الأميين أن هم يقولوه، يعني مثلا ما كانش مفهوم كلمة مربوب بالنسبة لهم. هو قال ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، زي أمسني فيسا كده، وله معنى ربوبية ولا مربوب. مربوب تخيل أنت بقى لحد أمي مربوب. المسيحيين الأرثوذكس ما عندهمش سكوك غفران، بس إحنا الحمد لله كمسلمين بقى عندنا زي الغاب نفاثات في العقيدة. وخد بقى تسميات عقيدة السنة عقيدة الشيعة. كان في ناس بيقولوا قل هو الله أحد الله الصمد، بس علشان مخالفين مع بعض الناس في العقيدة المخالفين ليهم مسكوهم خدوهم من بيوتهم وحرقوهم ومثلوا بجثتهم في الشوارع. ده إذا كفر دول ولا إيه؟ إن الله يأمر بالعدل، فين شعار رابعة للناس اللي اتحرقت دول؟ نعمل في هو عشان لو في حد أمي. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة. ولما كفر دخل ديانوس وعبد لاوس استحضرهم وطلب منهم يجحدوا الإيمان، رفضوا بشدة وقالوا لا يمكن
ننكر الديان مين يترك ملك الملوك ويسجد للأوثان غصنا ودميا أبطال الإيمان عذبهم بشدة وسواس ورماهم في النار. على فكرة أنا مش عارف أصلا مين اللي عور صوت المرأة، لا قرآن ولا سنة، بس أنا عارف لو بصيت أونلاين هتلاقي إن المرأة في اليهودية لا تتكلم في مكان عام، بس مش عندنا كمسلمين. المهم طاوعني يا عبدي طاوعني أنا وحدي، مالك حبيب غيري قبلي ولا بعدي حرام؟ أي أم يسمع كلام أم كلثوم يقول الله، ولو سمع مربوبه مش عارف حيقول ايه. يا ترى نمشي ورا عقلنا ولا نمشي ورا طيش العقد؟ بس حتة الأولية صراحة عجبتني جداً.